الرقابة الإدارية النهارده قامت بإنها ألقت القبض على رئيس الوحدة المحلية في مدينة مرسى علم. مدينة مرسى علم مدينة جميلة جدا وخلابة جدا جنوب البحر الأحمر. إحنا معانا على التليفون سيادة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، برحب بحضرتك معانا يا فندم. خير يا فندم، ازي حضرتك؟ سعداء بالتواصل معاك مرتين على مدى الأسبوع. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا، الله يبارك فيك يا فندم. وفقا للي احنا فهمناه انه تم القاء مش بس على رئيس الوحده لكن كمان على مديرين الاداره الهندسيه والتراخيص. لا يا فندم. هل ده صحيح؟ لا يا فندم. أرجوك صحح لنا يا فندم. لا لا، هو الموضوع لسه، طبعا هو الموضوع في النيابه حاليا. ايوه. فانا مش هتكلم في التفاصيل بتاعته. أيه. لكن هو اللي ألقي القبض عليه هو رئيس المدينه يا فندم. رئيس المدينه؟ مش رئيس الوحده. بس. رئيس مدينة مرسى علم. كان بقاله رئيس مدينة قد ايه يا فندم؟ حوالي يمكن 6 شهور، يعني من قبل ما انا اجي 3 شهور تقريبا. ست برضه ده جديد نسبيا يعني، وبالتالي هناك خطورة في توجيه الاتهامات في فترة. هو منقول من شمال سيناء، وتقريبا استقر شوية في وزارة التنمية المحلية، ووزارة التنمية المحلية نقل لمرسى علم. الحقيقه ما كنتش انا موجود، كان في هذا التوقيت بتتولى المسؤوليه بالانابه نائبه المحافظه يعني. طب سياده المحافظ، السؤال هنا لحضرتك بيبقى ايه اللي بيحصل دلوقتي على مستوى المحافظه؟ هل حضرتك دلوقتي بتقوم بمراجعه قراراته؟ هل قانونا من الممكن العوده في اي قرارات تكون حضرتك بعد ما تجمع معلوماتها تعرف انها محل شبهه او فساد؟ بص يا فندم، طبعا الاجهزه الرقابيه اوريدي احنا في تنسيق طبعا وتعاون الحقيقه الناس يعني، والحمد لله احنا يعني يمكن عشان من خلفيه واحده فيعني الموضوع دوت بيتم بمنتهى السهوله ومنتهى اليسر يعني. هم طبعا لما بيحصل حاله من حالات زي كده ولهم شغلهم بيراجعوا اي حاجه سابقه او اي حاجه زي كده وبينسقوا معايا فيها اذا كانت موجوده. بالنسبه للقصه ديت، لا يعني انا براجع اي حاجه بتتعرض عليا من أي مدينه، مش من، وانا عندي يعني عندي مستشار من هيئه قضاء الدوله. أي. مستشار قانوني بيتعرض علي اي حاجه. أي. القصه ديت طبعا دي حصلت خارج النطاق وحصلت بتنسيق وكانت محطوطه تحت المتابعه بقالها فتره يعني. من الواضح يعني معلش يعني ايه خارج النطاق؟ لا يعني هو بيتفاوض، هو في قرارات اوريدي موجوده في انا يعني اصدرت قرارات حاسمه جدا بالنسبه لاستخراج رخص محدده في حاجات محدده. أيه. واصلا هو مش من صلاحياته استخراج رخص. فهو خرج عن نطاق صلاحياته اصلا خالص. بالظبط كده يعني، لا دي مش من صلاحياته، اللي هي محاوله تسيير حاجات بره شغله اساسا. بالظبط، في الاخر انا اللي بصدق على الكلام ده، المحافظ هو الذي يصدق على هذا الكلام. لكن في انواع بقى من انواع التحايل يعني، وبيبقى لها اساليب اخرى يعني لاستقطاب الناس وحاجات زي كده. سيادة اللواء انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. اللواء عمرو حنفي محافظ البحر